سألوني فين هو إلهك، مطلع ترنيمة دخلتي في الغويض قوية جدا. يعني أنت في يوم سألوك فين هو إلهك؟ المشانة اللي حصل كتب معي الترنيمة أصعب من كده. إيه اللي حصل إنه معك؟ كان هيحصل، كان هيموت ابني يعني الوحيد ساعتها كريم. ترنيمة قصتها طويلة ومش عاوز أخد الوقت، بس هي يعني هي من أعمق الترانيم اللي حفرت في قلبي حاجات. القصة من الأول خالص إنه مات مايكل في الثانوية عامة بلوكيميا في الدم. مايكل صديق ليا أصغر مني يمكن بسنتين ثلاثة، 6 6 سنة 96 مات مايكل بعد امتحان الكيمياء، فقد الوعي ونقلوه البيت واكتشف إن عنده كانسر ومات مايكل. يعني مش ممكن مايكل يموت، احنا كولا شباب صغير يعني مايكل يموت ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ وعشنا والله يعني وقت محنة صعب قوي في الكنيسة. مايكل كان ولد متفوق في كل حاجة، يعني قلبا وقالبا، شكلا وجوهرا، تعليما وروحيا، كل حاجة كان رقم واحد يعني. والمهم بعد فترة وقف بابا يوعظ في الكنيسة، كانت ليلة يعني بالنسبة لي صعبة جدا. أنا كنت قاعد في أول دكة في الكنيسة، فأنا ضايقت، قلت هيقف يقول إيه بقى يعني مش ناقصين. بعدين قال نقرأ من مزمور 42، قلت بس لماذا أنت منحنيت من فيا يا نفسي ولست من فيا، يبقى ليلة بقى إيه هناخدها دموع بقى يعني، يا رب اعمل أي حاجة. قلت أعمل نفسي أخش التويلت مثلا أي حاجة كده هخرج. بصيت ورايا لقيت كل الكنيسة باصة عليا، الكنيسة كانت مليانة في الليلة دي، الناس كلها بص عليا، انا اول تخته قدام. قلت مش هتنفع الحركه دي، طلع انا بابا يعلمنا امسك دايما ورقه وقلم، ويبقى معايا ورقه وقلم اكتب اي حاجه افتكرها، وده خلاني يعني ساعدني ان انا القط بدايه ترنيمه ولا حاجه وانا ماشي في الشارع. فرحت مطلع الورقه والقلم وعملت نفسي ايه هكتب وراه اي حاجه عشان ايه اخرج من المود، لانه ده مود صعب. قرا المزمور وبعد كده قال اوعى تفتكروا ان انا هوعظ من مزمور 42 لماذا انت من لا، ده انا هقول لكم بس فين الهي، لان المزمور في بدايته أعداء داود بيقولوا له أين إلهك؟ فقال سألوني فين هو إلهك؟ رحت كتبت وراه. والنفس ليه فيك منحنية فيك؟ رحت كتبت والنفس ليه منحنية فيك؟ وأنا أقول لكم إلهي فين؟ وكتب وقال 7 شواهد أنا كاتبهم عندي في الورقة لغاية دلوقتي محتفظ بيها. إلهي حولي، فيا، فوقي، ليا، عن يميني، عن يساري، في داخلي، الأزرع على بديه، من تحت، 7 أماكن. وقعد أنا ما كنتش مصدق، انا بكتب وراه بس مش فاهمني اللي بكتبه، مش فاهمني الشواهد دي، بس فاهمني الراجل ده فقد ابنه الوحيد، ما عندوش عيال تاني وما ينفعش يجيب عيال تاني. واقرب ناس حواليه يقولوا له يعني في ناس عندهم 10 عيال و9 عيال، لما ربنا ياخد منهم واحد بيتبقى 7 6 5، لكن لما يبقى عندك واحد بس وفين ربنا ده اللي بتوعظ بتقول بيحبه بتاع، كان هو قدام تحدي رهيب، فين ربنا اللي بيحب؟ فين الهك ده اللي انت بتقول الهي معايا؟ الهك مش معاك. قال بقى إلهي أقول لكم إن إلهي معايا، 7 شواهد ب7 أماكن ربنا موجود مني فيهم. أنا ذهلت الليلة دي لا يمكن أنساها طبعا، وفاكر الصلوة، كاتب التاريخ على الورقة وكاتب صلوة صليتها وأنا بسمع الراجل ده، أنا فاكرها. قلت له يا رب لما تلف الأيام وأكبر وأتجوز وتديني عيل وتاخده مني اديني إيمان الراجل المحترم ده. ولفت الأيام وكل حاجة اتنست، والورقة احتفظت بيها في كشكول الورق بتاعي، ورقة فيها جزء من ترنيمة 2 سطر هو قالهم أنا كتبتهم وراه بس. ولفت الأيام وكبرت واتجوزت وخلفت كريم، وكانت مراتي مع كريم في مؤتمر في بورسعيد أفتكر وأنا بعيد عنهم، اتصلت تقول لي كريم تعبان، كريم مش عارفة إيه اللي جراله. يعني إيه كريم تعبان؟ يعني إيه مش عارفة إيه اللي جراله؟ كان إيه؟ عمره قد إيه بقى؟ كان ما كملش سنة، بيبي يعني. يعني الكلام ده عمره 11 سنة، عمره 10 سنين، لان كريم عنده 11 سنه دلوقتي. قلت لها يعني ايه يعني هاتي له دكتور؟ قالت لي 5 دكاتره عليه مش عارفين يعملوا حاجه. يعني ايه 5 دكاتره عليه؟ جبتوا منين 5 دكاتره؟ هو في ايه؟ قلت لي كريم ما اعرفش هيروح مني. قلت لها يعني ايه في ايه الموضوع؟ قلت لي ما اعرفش يعني، بس على ما نفتح له ازازه الميه الثانيه بيصرخ مش ملحق، عايز على طول الميه على طول على طول، في يبدو التهاب رئوي حاد او حاجه صعبه. بعد ما شفت كريم بعد كده لقيت دواير بني كده في رجليه، المسا لقيتها ناشفه زي الخشب، ده حرق جسمه، اتحرق يعني فضي من الميه خالص. المهم ان بعد ما قفلت معاها التليفون قلت له رب، قلت لها هصلي يعني هعمل ايه هصلي، قول يا رب ايه الموضوع. في لحظه افتكرت انا حاسس ان كنت في حلم، رجع بيا فيدباك للحظات اللي قلت لك عليها من شويه. فاكر وانت بتكتب ورا الاخ ممدوح بابا مايكل اللي راح السماء، هو بيقول فين؟ قالوا لي فين الهك؟
قلت له ايوه فاكر الصلاه اللي صليتها لما اكبر واتجوز تديني عيل مش معقول. وتاخده مني اديني ايمان الراجل ده. قلت له بس هتاخد مني كريم بس انا مش جاهز ما عنديش ايمان الراجل ده يعني صعبه. يا ازاي انا كنت ناسي الصلاه دي. اكتشفت حاجه تانية مذهله ان مايكل اللي راح السماء وكريم نسخه طبق الاصل نفس الملامح عينيهم ملونه شعرهم اصفر وجلدهم فاتح. هي ايه ده؟ طب ازاي انا ما عرفتش ان شبه مايكل؟ يعني ازاي انا ناسي كل الحاجات دي وازاي تفكرني في لحظه بالموقف ده؟ ياه. وقال لي بقى فاكر ابراهيم ده قدم ابنه بايده، فاكر الاخ ممدوح شكر ربنا على انه اخذ ابنه. انا كنت مذهول، صليت وحطيت نفسي واموري وبيتي وزوجتي بعد الحادث اللي ممكن يحصل ده بين ايدينا رب. قلت له انا تحت امرك مسلم. واول ما روحت البيت جريت على الورقه كملتها، كنت كاتب سالوني فين هو الهك ونفسي ورا الاخ الهي حولي الهي في هو الحبيب هو الملجا من تحت ازرع بديه. كملتها بقى دايما معايا دايما معايا، سندني بذراعه الممدوده وايده شديده قويه حتى لو الاخطار موجوده ملاك واقف حواليا ودايما معايا. والعدد الاخير في الضيق تشيلني ايديه والحب مالي عينيه لامس وجوده حاسس بوجوده دايما معايا مصر انه دايما معايا ما تهزتش للحظه. مش هقدر اقول ولا كلمه تعليق على اللي انت بتحكي فيه، لكن احنا هنسمع الترنيمه دي مع مشاهدينا قبل الفاصل، هنحلي بيها قبل الفاصل وهنكمل حلقتنا من نغمات وكلمات. سألوني فين هو إلهك والنفس فيك ليه منحنية. إلهي حولي إلهي فيا إلهي فوقي إلهي ليا. هو الحبيب هو الملجأ ومن تحت أذرع أبدية دايما معايا دايما معايا. ده بنفسه حواليا ساكن جوايا دايما معايا دايما معايا. عصاه وعكازه هما عزايا. ساندني بذراعه الممدود قوية حتى لو الأخطار موجودة ملاك واقف حواليا حتى لو الأخطار موجودة ملاك واقف حواليا دايما معايا دايما معايا. ده بنفسه حواليا ساكن جوايا دايما معايا دايما معايا. عصاه وعكازه هما عزايا. في الضيق تشيلني ايديه والحب مال عينيه. في الضيق تشيلني ايديه والحب مال عينيه. لامس وجوده حاسس بجوده لامس وجوده حاسس بجوده دايما معاه. Zoom.
عصاه.